مصر. الضعف الجنسي وضعف الانتصاب ده جزء تاني برضو من قاتل العلاقات الزوجية أو هادم السعادة الزوجية. الضعف الجنسي كان فترة من الفترات ما يعني الأمل فيه ضعيف جدا، المضخات والمشاكل والحاجات دي كلها. إيه الجديد في علاج الضعف الجنسي والدوامات التعويضية؟ برضو احنا في الضعف الجنسي طبعا، احنا الضعف الجنسي اللي بيستجيب دوائيا اللي هو المنشطات ده، اوكي ما فيش الضعف منه الجنسي هو مشاكل. ضعف الانتصاب يا دكتور. ضعف الانتصاب ما فيهوش مشاكل، لكن في عندنا الجزء اللي ما بيستجيبش المنشطات. دايما احنا لاحظنا حاجه مهمه جدا جدا، ان دايما بيبقى في سرعه قذف ثانويه اساسها الضعف الجنسي، ولما بنيجي نعالجها لازم ان ياخد مع الاقراص او الاسبرين ياخد فاجر. فده بنعالجه اوكي. طب العيان مش هيستجيب دوائيا، هنعمل له عمليه. برضو في عمليه الحمد لله برضو متسجله باسمي على اجلان اوبريشن 2، عملت على اجلان 2، دي بنعالج بيها الضعف الجنسي. العلاج الضعف الجنسي كنا بنحط دعامه في اللي هو القابل للتني وفي المضخه. المضخه دي ما بقتش بتستخدم دلوقتي كتير لان مشاكلها كتير قوي. النوع القابل للتني هو الاكثر شيوعا دلوقتي لانه سيمبل جدا وبيقعد مدى الحياه وما فيهوش مشاكل ميكانيكيه ولا حاجه. احنا بقينا تركيب الدعامه العادي بيعمل كذا مشكله. اولا بيأثر العضو من 2.5 ل 4 سم، بيدمر النسيج الكافي تماما، ما بيعالجش مشكله نحافه العضو اللي بتحصل، ما بيحسنش موضوع سرعه القذف. فانت العيان بيبقى فاهم ان ده المفروض في العمليه العاديه. العمليه العاديه ما هو بيأثر طول العضو، بيأثر طول من 2.5 ل 4 سم نحافه، لا ما بيعالجش السمك، يعني عدد العضو بيدمر فما مش هيزود السمك بالظبط، وبيدمر النسيج الكافي. فطبعا ده بيأثر على انتصاب راس القضيب، ودي بتبقى مشكله بالنسبه للطرفين. مفهوم. وفي نفس الوقت ان هو ما بيعالجليش مشكله سرعه القذف. ما هو داخل يعمل دعامه، ده الدكتور بيقول له انت ممكن يبقى منتصب 24 ساعه، بس انا منتصب 24 ساعه والقصف بعد ثانيتين خلاص، انا هكمل الموضوع بشكل ميكانيكي او الي، مفيش متعه، مفيش متعه لمجرد اضاء الطرف الاخر. لا احنا حسنا الكلام ده كله. اولا بنعمل عمليه الاطاله اللي هي احنا المركز بتاعنا مشهور بيها جدا، بنعملها من حوالي ما يقرب من 15 سنه من فضل الله. عمليه الاطاله دي بتعوض لي الفاقد او تديني طول زياده. كويس. تاني حاجه انا بدخل في حاجه اسمها السب تيونيكال سبيس، يعني بدخل الدعامه بين النسيج الكافي وبين النسيج الاسفنجي، محافظ عليه سليم بحيث ان الراس تقدر يبقى فيها انتصاب قوي وصلابه اثناء اللقاء، بحيث نعوض المشكله دي، وبحافظ على النسيج الكافي سليم تماما. نمرة ثلاثة ان انا بعمل عمليه سرعه القذف معاها، بحيث ان انا ادي له وقت اطاله، بحيث ان هو يعني انا لسه كان عندي واحد من كام يوم ما شاء الله كان 3 دقائق بعد ما عملنا له القصه دي وصل لحاجه و40 دقيقه. يعني ففضل من الله عز وجل كده انت بتحل له مشكله كبيره. اتكلم برضه في نقطه النحافه، ان انت ممكن تحقن، عندنا طرق كتيره لزياده الحجم بحيث تزود الكلام ده. فبتعمل العيان لايف ستايل، بتغير حياته كلها في النقطه دي، بحيث ان هو دايما بيجي لك بيكون بقى راح للشيوخ وراح للعطارين وجرب من صيادله ووصفات من اصدقاء ومخدر، كل ما تتخيله تحاول تعوض الكلام ده كله، بتدي له حل جذري للقصه تمام. العمليه بينج موضوعي ولا بينج كلي؟ وايه بعد العمليه ايه التعليمات؟ هي العمليه بتقعد حوالي 20 دقيقه، بنعملها بينج نصفي او كلي، بنفضل النصفي. برضه نفس نظام الغيار، الجرح بيتساب مكشوف، يمسح عليه 4 مرات في اليوم، الغيار بيبقى في حدود 10 ايام، مسح عادي خالص، حياتي العاديه والاستحمام في نفس اليوم، بس اللقاء الزوجي بيبقى بعد 30 يوم. بعد 30 يوم، مفيش جرح ولا حاجه. لا الجرح اللي بندخل منه زي يمثل الجرح بتاع سرعه القذف. هو الدعامه دي دعامه؟ يعني الدعامه دي بتبقى حاجه حاجه زي القلم الجاف كده، من السيليكون وجواها حاجه مرنه كده وجواها عمود من الفضه. زي القلم كده، زي صبع رفيع كده، بندخله من تحت في القضيب، واحد يمين واحد شمال، موازي المجرى البول.